فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. من الرسولة أخذ بها مالك وأتباعه القياس. طبعا هو قدم قول الصاحب على القياس لأنه يرى بأن قول الصاحب وفعل الصاحب وإقرار الصاحب حجة ويقدم على القياس، وأنا أدين الله بهذا الأصل الذي عند المالكية بأن قول الصاحب حجة وأن قول الصاحب يقدم على القياس. لذلك تكلمنا عن قول الصاحب قدمناه، واستعمل القياس في الكثير من المسائل والقضايا التي لا نص فيها بإلحاق النظير بالنظير، واتبع في ذلك سنة السابقين حين قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما يأتيك، وألحق النظير بالنظير وألحق النظير بالنظير. ولذا القاعدة العامة: لم تأتي لم يأتي الشرع يفرق بين متماثلين أبدا. قال المزني صاحب الشافعي: عندما قال الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعمال القياس المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها، أي أن القياس أمر فطري تقره الفطر والعقول السليمة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك طار، جزاكم الله خيرا، استغفر الله، أمد الله في أعمالكم أحسن في أعمالكم. فإنكار القياس إنكار لما جاء به الفطرة والعقل، وإنكار للواقع أيضا، الواقع يشهد بأن النظير دائما يأخذ حكم النظير، وقد قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. أمين. حفظكم ربي يا سيد، جزاكم الله خيرا طبعا، أحسن الله عليكم. القياس لغة معناه التقدير والتسوية. القياس لغة معناه التقدير ومعناه أيضا التسوية. يقال قاس الثوب بالذراع بمعنى قدره، ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. ونحو قست النعل بالنعل أي قدرته فساواه. جاء في نشر البنود ويعرف القياس في اللغة، قال لغة التقدير والتسوية. يقال قاس الجرح بالميل أي بالمرود، إذا قدر عمقه كي نظر إلى غواري، وهذا سمي الميل مقياسا. ويقال فلان لا يقاس على فلان يعني لا يساويه. هذا بالنسبة لمعنى القياس في اللغة. القياس في الاصطلاح عرفه المالكية بتعريف متقاربة. قال الباجي: في الأحكام حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما أو إسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما. وطبعا هو يقصد بذلك العلة التي تجمع بينهما، والإلحاق في الحكم سواء كان إيجابا أو سلبا. إن شاء الله نسير بإذن الله حتى مع التعب، الله يقوينا على السير وإياكم. فالقياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو في إسقاط بأمر يجمع بينهما، يقصد بذلك بعلة تجمع بينهما. رضي الله عنك محمد عبد ربي، هذه من نفسك النبيلة ومن عينك الجميلة، رضي الله عنك. وعرفه ابن جزي فقال: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع فيهما.
وانتم اهل فضل وخير، وانا لا اساوي غرزة في نعالكم، وانا خادم. اسال الله بس ان يديم علينا الاستمرار، وان نصل الى الهدف قدر ما نستطيع. وقال في نشر البنود: هو حمل معلوم على معلوم ومساواة المحمول للمحمول عليه في علة الحكم، كالبيرة تقاس على الخمر في التحريم، الحكم التحريم لعلة الإسكار. وقول حمل معلوم على معلوم أي الحاق به في حكمه، فالحمل هو الإلحاق، عبارة عن وجوب المساواة بين الفرع والأصل. وكذا المراد بحمل أحد المعلومين على الآخر حمل الفرع على الأصل. ومعنى الحمل هنا مشاركة أحد المعلومين الآخر في حكمه، هو الإلحاق بالحكم على علة مستوية، هو الإلحاق بالحكم على علة مستوية. والمراد بالمساواة أن يساوي الأول في الثاني في علة الحكم، كالإسكار أو كالربا، نعم، في البر وفي كل مأكول. والمراد بالعلم المطلق الإدراك الشامل اليقين والاعتقاد الظن. والحامل مجتهد سواء وافق في نفسه الأمر أم لم يوافق، أنه ظهر غلطه فدخل في الحد. طيب، فالقياس إما أن يكون قياسا صحيحا وإما أن يكون قياسا فاسدا. والقياس الفاسد بيكون قياس فاسد الاعتبار أو قياس له فوارق. القياس فاسد الاعتبار هو القياس الذي يخالف نصا، لأن القياس نهايته اجتهاد، والاجتهاد له إشارات وعلامات أن يكون صحيحا أو يكون فاسدا. ومن علامات فساده أنه يخالف النص. لو خالف نصا يكون فسادا ظاهرا، لأنه الاجتهاد في هذا لم يصل إلى مراد الله ولا إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقياس مع الفوارق قواضح، ما يجعل القياس منضبطا ما دامت الفوارق جوهرية، لأن الفوارق موانع من الإلحاق. وكما قلت في الأصل في القياس في هذا الباب هو اجتهاد فيه البحث على أن يصل المرء إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والقياس صحيح هو ما وافق نفس الأمر، والقياس الفاسد بخلافه. ومما يدل على أن اسم القياس شامل للقياس الفاسد والصالح قول أهل اللغة: هذا قياس فاسد وهذا قياس صحيح. يعني هو يسمى قياس، نعم، لأن أركان القياس متوفرة: أصل وفرع وحكم ثم علة تجتمع أو تكون مشتركة. وكما قلت في هذا الباب لا بد فيها من النظر إلى الجوامع والفوارق، هذه مؤثرة جدا في مسألة القياس، وهي هي غوص حتى يرى الجوامع التي تجمع بين الفرع والأصل والموانع التي يمكن أن تمنع. إذا اعتبر الفوارق فسد القياس، إذا لم يعتبر الفوارق وقويت الجوامع صح القياس. وفي قوله في إثبات حكم أو إسقاطه، هذا قول ابن الحاجم، أن القياس المستعمل بين الفقهاء تارة يكون لإثبات حكم اتفق على ثبوته في الأصل فيريد القائس إثبات ذلك الحكم في الفرع بحمله على الأصل، وتارة يكون لإسقاط حكم اتفق على إسقاطه أو انتفائه من الأصل فيريد الحق الفرع به. مثال ذلك كالنكاح مثلا، النكاح في نكاح المتعة في هذا الباب يريد أن يسقط هذا النكاح، أو هو ساقط نكاح المتعة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبد الأبد، فيكون الحكم ساقط هنا فالنكاح باطل. فينظر القائس إلى النكاح بنية الطلاق، هل يسقط عنه الحكم أم يبقيه على الأصل ويكون النكاح نكاح صحيح. والمسألة في الجوامع والفوارق، الجوامع أن هذا تأقيت وهذا تأقيت، والجوامع أن هذا فيه المتعة مع 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 مع, مع, مع إعطاء المهر سواء سميناه أجرة أو مهر، جوامع. أما الفوارق فشديدة وكثيرة، أولا ديمومة النكاح إذا لم يرد الطلاق أو إذا لم يطلق وإن كان يريد الطلاق، هذا فارق. ومن الفوارق أيضا الولد ينسب له، الميراث يكون ميراثا، وهذه فوارق جوهرية فمنعت الإسقاط، فصار النكاح بنية الطلاق نكاحا صحيحا.
وقوله في إيجاب بعض الأحكام لها لهما أو إسقاط عنهما يفسر في قوله إثبات حكم أو إسقاط حكم. وابن الحاجب عرف القياس تعريفا مغيرا قال هو مساواة فرع لأصل فعلة حكم، وحقيقة الأمر الثمرة واحدة، الثمرة واحدة. قال مساواة فرع لأصل في علة الحكم، يعني جعل الجوامع قوية من أجل إلحاق الحكم. وكما قلت المسألة هذه دقيق النظر الأصولي الذي يفقه المسألة بينظر إلى دقة الجوامع وأيضا الفوارق، لأن الجوامع الحق والفوارق موانع، والموانع تمنع الحق، فيجعل الأمر في القياس فيه ما فيه ما يجعله مدخولا. نعم. مساواة، هو قال مساواة فرع الأصل، مساواة جنس في التعريف يشمل كل مساواة سواء كان من الأصل والفرع أم لا. مساواة فرع يقصد بذلك المحل الذي أردنا له الحكم، المحل الذي أردنا له الحكم كالبيرة مع الخمر، البيرة محل نريد له الحكم حلال أم حرام. فرع يقصد به المحل الذي لم ينص على حكمه الأصل، المراد به المحل الذي نص على حكمه. طبعا نص الحكم نص على إيش؟ نص الشارع فيه على الخمر، والفرع البيرة لم ينص الحكم عليه. فإذا كان الأمر على الإلحاق قلنا البيرة حكمه حرام، الخمر حكمه حرام، والعلة الجماعة الإسكار. في العلة، والعلة هو الوصف الجامع، ودي أهم شيء، هي دي أهم ركيزة للإلحاق، إن هناك وصف جامع مشترك بينهم. فأنت لك في ذلك طريقان، ما هما؟ العلة هي الوصف الجامع المشترك بين الأصل والفرع، وهذا الإلحاق عشان تلحق لك طريقان مهمان. وش هما؟ علة أو شيء اتفاق العلة. جاء فيها التصريح يعني بالكيل والوزن. قال كيلا وزنا، فتمسك به الحنابلة الحنفية على أن العلة مطعوم مكيل أو موزون. لكن الشافعية يقولون هو مطعوم إيش؟ مقتاد، أن هو يكون البلد. وزاد عليها في الملكية المدخر، يعني إذا يابس تستطيع أن إيش؟ تدخله. والأرز فيه نفس العلة، لذلك الأرز ينزل فيه الربا، فنقول الأرز بالأرز ربا إلا أن يكون مثل بمثل سواء بسبب. أما حجية القياس عند الإمام مالك، فالقياس حجة عند مالك وعند أصحابه أتباعه باتفاق، واستدل حجته بالكتاب والسنة وإجماع السنة. هو طبعا تستغرب جدا أن تجد أحدا من الفقهاء يمكن أن يرد القياس، طبعا القياس. وبينا حتى ابن حزم، أنا قلت لكم في حوالي 21 مسألة أو 25 مسألة قاس فيهم وقياس صريح، بعد حتى الإنكار على الحنفية نزل في القياس، لأنه ما يستطيع ما لا يقيس. فالقياس عندهم حجة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والعقول والفطر. يقول الإمام العالم القرافي القياس حجة عند مالك رحمه الله تعالى وجميع العلماء رحمه الله تعالى. يقول المجزي والقياس عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية، إلا الظاهري. وداود يرى أن القياس فيه إدخال لأنه معارض للسنة، ولأن الله جل وعلا قال فماذا بعد الظن إلا بعد الحق إلا الضلال. وأيضا الآيات التي جاءت في ذم الظن، أنه قال قياس حيز وحيز إيش؟ حيز الظن. نعم. فقال إذن الحق هو الكتاب والسنة، غيره ضلال، يبقى القياس ضلال. وقال على مسائل الظن، قال القياس نهايته ظن والظن ضلال فلا يؤخذ بالظن. هذا كلام من أول وهلة يمكن أن تحسب أنه إيش له قوة تعتبره، وحقيقة الأمر ليس له قوة بحال من الأحوال. أدلة القياس عند الإمام مالك قوله تعالى والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحصر، فقال في آخر الآية فاعتبروا يا إيش بقى فين وجه الاستدلال هنا؟ فمن فعل فعلهم أنا أقول يعني وجه الشاهد فاعتبروا أولي الأبصار، عشان ما دلست عليك إجابتك صحيحة كمل. فمن فعل فعلهم أصابوا الحق. لما قالوا ما هي من الظالمين ببعيد،
يعني من أتى بفعلهم حكمه حكمه، وده الحق. أيضا كل آية جاءت بالمثل تدل على القياس، وتلك الأمثال لا يعقلها إلا نضربها إلا العالمون، وهذا العالمون به بالنظر في الإلحاق. فكل دليل جاء من الكتاب والسنة على المثل فهو أيضا يقر بالقياس. أما السنة فكثير. قول لأم سلمة رضي الله عنها قد سألتها بعض النساء عن قبلة الصائم، قال ألا يعني ألا أخبرتيها؟ قال سلمة ألا أخبرتيها أنني أفعل ذلك؟ وين وجه الدلالة هنا؟ إيه المسألة وإيه الوجه الدلالة فيها؟ وعيد السؤال تاني؟ ها؟ السؤال واضح شكرا. وإذا المسألة شفنا حكم القبلة للصائم. ممتاز. ماشي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبرتي أني أفعل ذلك؟ ففعلا نفس سلم تشريع أو بيقاس على فعله عليه الصلاة والسلام. يعني هات المسألة بقى كلية تنصير. فتح لك فات المسألة. قال الجهل بالتفاضل كالعلم بيش بالتساوي، دي قاعدة عامة، فده قياس معدوم عليه على معلوم. يعني أنا عندي أصلا الأصل أنه لابد من المساواة فين؟ في المجلس. في المجلس لابد من المساواة والتقابض في المجلس. إذا أنا جهلت بالمساواة يبقى أنا سألحق المعدوم بإيه؟ المعلوم اللي هو إيه؟ حرمة التفاضل، حرمة التفاضل. فأنا جعلت المعدوم ده كأنه متفاضل، طالما ما علمتش المساواة يبقى ضده ينزل منزلته وهو ها؟ التفاضل. طالما التساوي مش معلوم يبقى إذا التفاضل اللي هو ضده هو الموجود. ده الحق معدوم بإيش؟ بمعلوم. بجامع. بجامع عدم العلم بالمساواة. فلذلك قال أينقص الرطب؟ قالوا لا. قالوا نعم. قال إذن في فلا. فده قاص الرطب على التمر. رطب على التمر. فيها جوهرها إنه ألحق المعدوم بإيه؟ بالمعلوم. مسألة مهمة هذه. ومنها أيضا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أبي أدركه الإسلام هو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده ولده أكبر ولده؟ قال نعم. قال رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئه؟ قال نعم. فقال احجج عنه. رأى أيضا شيخا. هذا ظاهر بقى. ظاهر الحق ولا مش ظاهر؟ طيب جعله ايه؟ بجمع ايه؟ اشغال زمة العبد. بجمع ايه اشغال زمة العبد؟ يعني ايه اشغال زمة العبد؟ من طلبها ايش؟ طلب الدين. بجمع الدين. بجمع الدين. وكل مثل تراه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم انه ليه؟ القياس. للقياس. كل مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم انه يشير بذلك الى القياس. مثل ذلك هات ادينا اشاره بهذا. مثل المؤمن صحيح خلاص هي جايه في دماغه مثلا تبقى صح. ماشي. كالنخله. ايوه نعم. حديث عمر. ماشي. وممكن نقول في مساله القبله ظاهر جدا. قال رايت المضمضه. يعني هالمضمضه تفسد الصوم القبلة كالمضمضة. فضرب الأمثال دل على جواز القياس. من ذلك الإجماع. ثبت أن الصحابة احتجوا بالقياس في مسائل كثيرة. احنا وجدنا الصحابة أصلا أساسوا للقياس، حيث قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ليس ابن عباس، عمر، قال أبي موسى الأشعري الفهم الفهم فيما يأتيك، ثم قال الحق النظير بالنظير. الحق النظير بالنظير. فالصحابة قاسوا كثيرا كثيرا مسائل قياس الصحابة
أكثر من أن يعد. إن شاء الله نجعل له محاضرة كاملة على قياسات الصحابة. قياس الصحابة. نعم. أنت فاكره؟ كلها أعطيناها كاملة بفضل الله تعالى. قال الكرافي: مما يدل على القياس إجماع الصحابة عليه وعلى العمل بالقياس، وذلك ما يعلم من استقراء أصولهم ومناظرتهم. وقال الغزالي في المستصفى الذي ذهب إليه الصحابة بأجمعهم وجميع الفقهاء والمتكلمون بعدهم رحمه الله تعالى وقوى التعبد به شرعا. وقال مدين: أما الإجماع فهو أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير. قد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لموسى: اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك. وقد قال ابن أبي طالب في شرب الخمر: قال إذا شرب سكر وإذا سكر هدي وإذا هدي إيش؟ افترى حد المفتري تمنون. عباس ابن قول عباس لزيد في سألة جد: ألا يتقي الله زيد؟ إن الله جعل الجد إيش؟ أبا. أما المعقول فهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بذلك من أجل المغني. لو في أي سؤال سريع تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.